ما فيني اقول لك قديش مراد كان متحمس. اليوم عيد ميلاده، يا ريت شفته، كان مثل الولد الصغير. كان عم يسالني كثير اسئله بخصوص مفاجآت اليوم، بس انا ما رديت عليه مشان ما تخرب المفاجأة. كان بيطير العقل وعانقنا كلنا. يا ريتك انت كمان فيك تجي، بركي فينا ناخد اذن. على كلين، حتى لو ما قدرت تجي لعنا انا رح خبرك بالتفاصيل كلها. بعرف انه جيتك صعبة بابا حبيبي، هاي السنة اتفقت مع الشركة كأخوها كلاسيتاريا، بس لو تعرف شو التجهيزات يلي حضروا لنا ياها، والكيك صار جاهز. تعرف بابا مراد طلب كيك بالكرز هالمرة. اي نعم، انا كمان بعرف، ماله بالعادة يطلبه. ما فهمت، يمكن غيرها هلأ بشوف. بس محضرت له مفاجأة كتير حلوة، وأنا ما رح أقول لك إياها لأنه بخاف تزلق بالحكي قدامه، فتحسباً ما رح أقول لك. ياسمين. إيه بابا. أنا إيمت عيد ميلادي؟ بنيسان بابا، 5 نيسان. ما عم أقدر أتذكره. حبيب قلبي، حبيب أبي. بابا بس شوي وبرجع لك. ما كنت عارفاني رح تجي. قررت اجي فجأة ياسمين، قلت صار لي فترة طويلة ما اجيت وشفت لأبوكي. اي منيح اتصلت فيك اليوم، كنت مشغول. الأمور ماشية منيح بشغلك؟ تقريبا، يعني كالعادة. كيف أبوكي؟ منيح. حشوفه. تعي. عود عود. بعتذر بس صار وقت العلاج، رح أعطي العلاج مشان يرجعينا. تمام، ونحن أساساً كنا رايحين. أبي صار أمانة عندك. لا تاكلي همسة ياسمين. بابا حبيبي، نحن رايحين هلأ، وإنت كمان روح ارتاح وخد أدويتك، اتفقنا حبيبي؟ يلا بابا، شوفك. أنا رح أرجع لعندك، ماشي بابا؟ لازم نروح لحتى ناخد الأدوية سيد إيديس. يلا نروح. تريك، شو صار؟ بعتذر مشان مبارح، أنا آسف، شو أعمل؟ القصة بتخلص بالاعتذار؟ بتعصب وبتروح بتحكي من ورا ظهري وعم تعتذر؟ مين اللي حكيت له؟ فهميني مين؟ قلت أنا آسف، شو بدي أعمل كمان؟ طيب يا ترى أنت بتعرف على شو عم تعتذر؟ إيه؟ لا ما بظن، أنت لحد الآن لسه مو عارفان شو عامل. شو يلي بتقصدي؟ يلا قولي. قلت له لإجا إنه أبوكي رح يجي اليوم المساء، وإنه في عنا شوي. تمام، رح أجي رح أجي. قلدشة عشق، قلدشة قلدشة.